هو شابو يعني، يعني برافو عليكي انك يعني بتحاولي توصلي للناس ان فعلا السمنه المفرطه مرض مش ضعف اراده. العيان اللي عنده سمنه مفرطه ده عيان مرض طبعا. احنا للاسف ما زلنا للاسف كشرقيين بنعتبر العيان اللي عنده سمنه مفرطه ده راجل ضعيف او ست مش عارف تمسك نفسها على بمزاجه، الاكل. بمزاجه بطل اكل كتير. السيطره على معده كبيره امر مستحيل. احنا بنعمل العمليات دي لناس قاده وعندهم اراده حديديه، شخصيات قويه جدا، لكن يجي عند الاكل يقول لك ما تكلمنيش، تقول لي امسك نفسك على الاكل ما تكلمنيش. فالسمنه المفرطه حقيقه مرض وليس ضعف اراده. طبعا عيان السمنه المفرطه بيتوجع قوي على فكره لما حد يستهين بمشكلته، زي كان واحد جاي يعيط لك وعنده مشكله ومنهار وانت تقول له ايه الكلام الفاضي انت جايبني او عشان الكلام ده، يعني كلمه معلش اللي هو مش جايبه همها، اللي هو لا خس، طب ما تاكلش كتير. ده انا عندي يعني مريضه، وفي مره بجيب لكم المريضه دي شخصيا، كانت بتحكي لي مواقف تقول لي انا كنت بموت ان مثلا جوزها يبقى مثلا راكبه مع جوزها العربيه، العربيه واطيه شويه، يجي ياخد مطب ويقول لها معلش طب انزلي بعد اذنك، ولما نعدي المطب يبقى اركبي تاني. ده ايه ال او واحد يبقى ماشي مع جوزها يقول لها تطلقوا ربنا ده على طول؟ ربنا يخلي لك ابنك يا حاجه. لا جامده قوي دي. هو فعلا لان هو السمنه بتدي سن 10 اكبر سنين زياده، طبعا دي احنا عشر عارفين. سنين زياده في السن والصحه. وعلى فكره يا دكتور، هو مش السمنه الزياده كمان، هو انا وانس اتمليت شويه كام كيلو بحس نفسي حد تاني برضو، حتى لو حقيقي. ما كانش حقيقي. كتير قوي. احنا بقى بيحصل معانا العكس، احنا عايشين تجارب جميله قوي مع العكس. العيال لما بيخس بيبقى حد تاني، يا تلاقي حد محبط ومش عايز يشتغل وكسول ومش عايز يخرج من البيت ومش عايز اقول مكتئب وطهقان من عيشته، ولما يخس تلاقيه بقى شعله نشاط، مش عشان صحيا بس، عشان موده ونفسيا طبعا نفسيته بتتحسن. البنات بقى حدث ولا حرج، تبقى عندها يعني سيلف كونفيدنس وثقه في نفسها رهيب، يعني تحس يا عيني ان هم كانوا محرومين من حاجه كبيره قوي اسمها القبول وثقتها بنفسها، وانها حاسه انها وانها تنزل بالذات البنات لما تنقي الصغيرين. لبس ما تبقاش اللي هو محرجه، انا عايزه مثلا 2 اكس او لا ما فيش مقاسك، او تشوف اللي هي اشيك في لبس كده بيكون سامبل اكتر. انا بقول لك يعني احنا عايشين قصص جميله. انا عندي بنويه تقول لي انا كنت انزل، كنت ادخل محل اقول لهم عندكم حاجه مقاسي؟ اه عندنا. طب انهي موديل ده؟ الحمد لله اخده. ما تختارش. أوكي. ما عندهاش حريه الاختيار، هي تاخد اللي ينفع لها. طيب فدي فعلا مهمه. احنا جايين لهم النهارده تكميم المعده بخبر بقى حلو. والحاجات الجديده قوي. قول لنا بقى تكميم المعده، انا عارفه ان في حاجه اسمها تكميم معده. تمام. ايه بقى الجديد في تكميم المعده؟ قلت في خمس عمليات خمس حاجات تكميم جديده في تكميم معده. اولا تكميم معده يعني قص معده. حلو. احنا بنصغر المعده وبنشيل الجزء الزياده ده من 70 ل 80% من المعده، تبقى المعده صغنونه شبه الكم كده، عشان كده بيسموه باللغه العربيه تكميم معده. اوكي. طيب تكميم المعدة ده طبعا العملية اتطورت كتير وبقى بتعمل ملايين الحالات، ملايين الملايين على مستوى العالم. فبالتالي حصل فيها تطورات كتير. أولا بقت أسهل، تكميم المعدة كان ياخد ساعتين ثلاثة بقى بياخد كشغل جراحة من نص ساعة لساعة. حلو قوي، عشان بقى بمنظار. فبالتالي بقى أسهل. كنا بنعمل بأربع وخمس فتحات، دلوقتي غالبا بنعمل بثلاث فتحات بس، ثلاث فتحات منظار، كل فتحة من سنتي لسنتي ونص. لا دي جديدة بقى، أنا حبيتها دي، مش خمس فتحات. ثلاث فتحات تجميلية فقط. ثلاث فتحات في أغلب الحالات وثلاث فتحات تجميلية فقط. حلو قوي. ثلاث فتحات دي بتسهل لنا مش الشكل كمان، الوجع. لما العيان يتوجع من خمس فتحات صغيرين غير لما يتوجع من ثلاث فتحات، فمفيش وجع. فبقينا رافعين شعار تكميم معدة بأمان تقريبا 100% وبدون ألم. حلو قوي. وبدون ما يرجع تاني للسمنة المفرطة. ايوه عايزين بقى الجديدة. بدون ما يرجع تاني، لان انا سمعت مؤخرا ان ممكن يكون عملية ناجحة وكل حاجة وهو صحته زي الفل، ولكن سنتين ويخس وبعد سنتين ثلاثة أربعة سبعة يبتدي يتخن تاني. تكميم معدة يعني تصغير معدة، انا بصغر المعدة لكن ماليش علاقة بالامتصاص. معدة صغيرة بعد سنة الطبيعي توسع شوية عن اللي احنا عاملينه. طبعا ده احنا سايبين انبوبة صغيرة. لما توسع شوية بنقول للعيان عيش حياتك زي ما انت عايز. ثلاث حاجات اعدائك، ثلاث حاجات اعداء عملية التكميم المعدة العادي اللي انا بصغر المعدة بس. السكر بانواعه، سواء في مياه غازية في حاجات حلوة تاخده وتاكله وتشربه عادي مفيش حرمان، بس بحكمة. حلو قوي. الدهون يعني الزيت والسمن، سكر زيت. انا بقول للعيان اكتب كارنيه وحطه في جيبك كل يوم الصبح، اعدائي سكر زيت سمنه. اللي بيحصل بقى ان بعض العيانين نتيجه لعدم وعي او عدم متابعه يعمل ريبليسمنت، يعني بدل مثلا طبيعي الواحد بيتغدى ياكل خضار طبيخ عيش بروتين فراخ او لحمه او سمك،
وممكن ياخد حته جاتوه او حلويات او حاجه حلوه يحلي. اوكي انا موافق، ده الطبيعي. حلو اللي بيحصل عين يروح رامي كل ده شيبسي وبيبسي، مياه غازيه، بسكوتات وشوكولاتات البنات بقى في الشنطه. طب يا حبيبتي تتغدي وبعد ما تتغدي وتاكلي الوجبه الاساسيه كل حاجات حلوه، انا مش بقول لك لا. ريبليسمنت يعمل احلال، اتقلب بدل ما اكله الاساسي الطبيعي بروتين ليه حد ايه بتاع سويت ايتر ياكل حلويات بس. بتاكلي كميه قليله بس فيها هاي كالوريز، قيمه غذائيه عاليه، الكميه القليله دي تخليك ما تخسيش وكمان تتخن. اوكي. ما قل وزنه وغلى ثمن، عشان كده بقى طلعت اختراعات جديده في التكميل. اول اختراع وده يعني الحقيقه صاروخ عالميا، الساسي او التكميم الثنائي او التكميم المحول. يعني ايه ساسي؟ صاروخ يعني معنى كده ان حضرتك عملتها وناجحه فعلا. بتعمل من سنين، واخده موافقات من دول كبيره. الساسي يعني تكميم معده، انا بصغر المعده عادي خالص. حلو. وكمان بعمل جزء نص تحويل مسار مصغر. كده بنسميه تكميم ثنائي. عمليتين في عمليه. يعني انا باكل قليل وكمان حتى الاكل القليل اللي انا باكله نص الاكل بيمشي في المسار الطبيعي. اوكي. ونص الاكل بنعديه 3 متر اللي فيه امتصاص عالي للدهون والنشويات. فبقى دلوقتي عيان التكميم العادي لو شرب كوبايه مياه غازيه فيها 7-8 معالق سكر، انا ازعل قوي. 8 معالق سكر ده كتير. حلو. كده مفيش حكمه. لكن مع الجديده عمليه التكميم الثنائي الثمانيه خد منهم 4 ونصهم ما امتصش. حلو قوي. فما ازعلش قوي، اخد على خاطري بس. طب قول يا دكتور ايه تاني غير التكميم الثنائي؟ يعني دي احنا عرفنا فكرتها وحلوه جدا. الساسي برضو بنعدي 3 متر بس بنعد الامعاء من تحت، برضو بتعتمد على الناس فكره التكميم الثنائي او التكميم المحور، ان انا بقلل الاكل وكمان بقلل امتصاص الدهون والنشويات، وكده انا خدت ميزه تحويل المسار وميزه التكميم. حلو قوي. ميزه التكميم ان انا قللت المعده واستأصلنا الجزء اللي بينزل اللي بيفرز الهرمون بتاع الجوع. فما بقاش فيه جوع. ماشي. ميزه تحويل المسار ان انا قللت الامتصاص. تحويل المسار فيه عيب شويه ان انا بقلل الامتصاص حتى الفيتامينز حتى الفيتامينات. في التكميم الثنائي او المحور او الساسي ثلاث عمليات مختلفين لكن المبدا فيهم واحد. ان انا نص الفيتامينات كمان بتاخدها فما بحتاجش اديك فيتامينات مدى الحياه. حلو جدا. ايه تاني؟